معالي الوزيرة تتحدث بشأنه، بشأن المشاكل المواطنين أثاروها أثناء الزيارة، وأغلبها كان متعلق بشبكة الصرف الصحي في المنطقة. الحقيقة إن معاناة المواطنين في الكليسة من الصرف الصحي زادت هذا العام عن الأعوام السابقة بسبب تنفيذ مشروع للمية حسن مستوى جودة توفير المية في الكليسة، ولكن بدون تأثير جانبي إن استهلاك المواطنين زاد المية، مما أدى إلى زيادة كمية المية اللي تدخل في شبكة الصرف الصحي، وهذه الشبكة غير قادرة أصلاً على استيعاب كمية المية اللي بتنزل في هذه الشبكة. في اجتماع بكرة سيعقد في المحافظة الساعة 2 بين ممثلي أهالي الكليسة، وهم أعدادهم 5، ونظمنا هذا ورتبنا هذا الاجتماع. سيحضره رئيس مجلس إدارة شركة المية والصرف الصحي في الجيزة. إحنا بصدد ترتيب مع الشركة لوضع حل سريع، يعني مدته تتراوح بين شهر وشهرين على الاقل. لسه ما تحددش، احنا مستعدين متمرنين بيه، واللي مش هيبقى موجود عندنا في الموازنه هنجيب له فلوس من المتبرعين ان شاء الله. الموازنه كلها بتاعتك؟ اه لا، الوزاره 600 مليون بس، دي طبعا لا تكفي شيء، احنا مش معتمدين عليها، بس 2% من ارباح الدول في السنه اللي فاتت ساهم ب 150 مليون جنيه، ومش هينقطع، هيستمر. فاحنا ممكن ان احنا مع الاتحاد ممكن نتكلم فيزا، يعني ايوه، بس لسه ما حددناهاش، لان احنا ماشيين كده وطبقا لما خلينا عليه محافظ فيه.